زي ما شفنا في التقرير، فرصة لكل بيت، لكل أسرة، لكل أصحاب مع بعضهم إن هم ينزلوا النهاردة ويحتفلوا بسيلفي المتاحف، يزوروا أقرب متحف أو أكتر متحف بيحبوه، يشوفوا لوحات فنية وتماثيل ومقتنيات تشكيلية مختلفة. نعرف تفاصيل أكتر، إيه هو اليوم العالمي لسيلفي المتاحف وليه اختاروا النهاردة 20 يناير إنه يكون يوم لسيلفي المتاحف للتعرف على الفنون أكتر. مزيد من المعلومات هتكون مع الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان ومؤسس مبادرة رسم مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ صباح الفل، صباح الإبداع والمتاحف الجميلة. بداية، أهمية ان يبقى في يوم كده لسلف المتاحف، وده بيعمل ايه، بيأثر ازاي على الأطفال تحديدا، ان هو فرصة للاستمتاع بشكل مختلف، ان هو ينزل ويرفه عن نفسه وياخد صوره مع المتحف اللي هو بيحبه. اهميه التعليم والتثقيف بالترفيه ازاي؟ هو في الحقيقه المتاحف لم تعد مؤسسات للعرض الاعمال الفنيه وحسب. المفهوم دون خلاص اتسع جدا، بقى في متاحف تفاعليه. شفنا مثلا في المتحف القومي للحضارة المصرية اللي هو بيجمع كل الحضارات المصرية، جنب كل قطعة من القطع في تاب، التاب دون الشخص أو اللي بيتفرج عليه بيخش عليه ويشوفه ويفتحه ويشوف مثلا العجل الحربية يفكها ويركبها إزاي. بقى في مثلا في المتحف المصري اللي هو المتحف المختص بالحضارة المصرية القديمة بميدان التحرير، بقى في ورش للأطفال لتعليم الكتابة المصرية القديمة ورسم حروفها وكده، لأن بالفعل دلوقتي بقت فكرة المعرض أو المتحف بقت فكرة ملبسة، لأن أنا ممكن أشوف المعروضات دي في كتاب أو أشوفها على الإنترنت، فإن أنا لازم أروح المتحف بقى وأتصور اليوم العالمي للسيلفي ده هي ذريعة بس كده علشان الناس تروح المتحف، حث الناس وحض الناس ان هي تزور المتحف، لان المتحف دلوقتي بقى مؤسسه تربويه تعليميه ترفيهيه. يعني احنا كنا زمان مثلا نقول ايه، ان التربيه الفنيه بتساعد على كذا او الفنون بتساعد على كذا، بقت دلوقتي الفنون من اجل الرفاه، من اجل السعاده، من اجل نوع الناس بتروح تقضي يوم تنبسط فيه. يبقى في جيفت شوب، في اماكن ياكلوا فيها وجبات خفيفه. صحيح. ففي الحقيقه فكره المتحف دلوقتي بقت اكثر ارتباطا، لان انا انزل من بيتي واركن العربيه بقى عمليه مرهقه جدا، فان لم تكن فيها فسحه ومتعه لا، في ناس كتير هتحجم عن دوت. ففكره السيلفي المتاحف دوت هي بس ذريعه علشان حض الناس اكثر ان هم يزوروا المتاحف. يمكن كمان فكره علشان تقرب المتاحف اكتر من الناس، يعني ما بقتش المتاحف حكره على طبقه المثقفين والمهتمين بس بالاثار او ايا كان بقى نوع الـ يعني الـ مش عارفه ننفع نقول السلعه الثقافيه اللي بتقدمها المتحف، سواء بقى كانت حاجه لها علاقه بالرسومات او كده، لكن نقدر نقول كمان ان في متاحف التفاعليه اللي حضرتك بتتكلم عليها بقت الاطفال مهتمه جدا انها تروحها. احنا في اجازه نص السنه، حضرتك ترشح ايه للاسره انهم يروحوا وينبسطوا كاسره كامله؟ هم ينزلوا من بيتهم، القاهره كلها متحف مفتوح. صحيح. شوارع القاهرة القديمة كلها متحف مفتوح، المتاحف بتاعتنا طبعا اللي بتضم كل الحضارات من المصري القديم لليوناني الروماني في اسكندرية للقبطي للإسلامي، غير بقى في كمان متاحف النوعية ودي محدش كتير يعرفها، المتحف الزراعي، متحف السكة الحديد، متحف البريد، المتحف الجيولوجي، متحف الشمع حلوان، في كمان بقى ناس بيعملوا مسارات. يعني ايه مسارات؟ يعني ياخد مثلا شارع باب الوزير من اوله لاخره، في الشارع ده مثلا او شارع الصليبه من اوله لاخره، فهتلاقي مثلا ياخد مدرسه ام السلطان شعبان، وهياخد جامع المارتيني، ويقعد على القهوه ويخش بيت يكن. يعني هو بيبقى عاوز يوم مصري في كل الانشطه دي. الاطفال من اكتر يعني العناصر اللي احنا لازم نهتم بيهم، خصوصا في موضوع المتحف دوت، يبقى عارف علاقته بالمتحف وعارف اداب وسلوك الحركه بتاعته جوه المتحف. المتاحف دلوقتي تطورت تطور كبير،
بقى في متاحف للصم والبكم، وبقى في متاحف لفاقدي البصر، وبقى في يعني الطرق عشان تقدر تساعد ذوي الهمم ان هم يقدروا يتحركوا بسهوله، وبقى في مرشدين. ففي الحقيقه لا يعني في خدمات كبيره جدا جدا جدا، اللي بس احنا عاوزينه يعني عشان عمليه تشجيعيه اكبر ان تبقى التذكره سعرها اقل للطلبه، هي قليله وهو ده اللي موجود يعني الاسعار اعتقد هي موجود. هي موجوده بس هم عاملين دلوقتي ان هو يوم السبت والجمعه بتبقى فيها لا يعني القابليه دي لطلبه الفنون والحاجات دي، انا عايزه ترجع تاني ان هي تبقى الدخول مجانا للطلبه او بالذات الكليات المتخصصه، خاصه يومي الخميس الجمعه والسبت لان دي الاجازه بتاعتهم، فينزلوا يتبسطوا ويشوفوا الفنون، لان اللي هو شافه هيشوفه في السن الصغير ده هو اللي هينطبع عنده وفي ذاكرته مدى الدهر، ويقدر يتكلم عنها ويقدر يعني يبقى عارف تاريخ بلده. المتاحف مش هتطلع ارهابي ولا هتطلع شخص غير سوي، بالعكس ده بتطلع شخص سوي عارف تاريخ بلده وبيحافظ على الهويه بتاعته. طب دي هنا كمان نقطه مهمه جدا، وعايز اسال حضرتك يعني كمتخصص في الرسم والتصوير اهميه يعني نبسط ده للمشاهد، اهميه التعرض للفنون، لانه فكره التعرض للفنون ده بيعود العين على الجمال، لان احنا للاسف الشديد الفتره الاخيره بنفتقد قيم الجمال في حاجات كتيره قوي في حياتنا، وبنحاصر كده بمظاهر القبح الموجوده في الشوارع. اهميه ان انا اعود العين او اروض العين كده باللغه النقديه على القيم الجماليه، على ثقافه الجمال، ده بيأثر ازاي على الشخصيه المصريه؟ هتلر مثلا كان بيرسم، وبعدين حاول يقدم في كليه الفنون الجميله في المانيا فرفضوه ما دخلش، فبقى زي ما انت شايف بقى كده ودمر الدنيا وخرب الدنيا. فالمقصود ان اي هوايه او اي فن ولو بسيط كويس مش هيطلع الشخصيات الغير سويه دي، هيخلي الشخصيه يعني اكثر تصالحا مع الناس ومع المجتمع. الفنون بتهذب الاخلاق، الفنون بترققها، وكل الفنون يعني مش شرط، انا مش بنتكلم عن الفنون المرئيه بس، المزيكا والتمثيل والادب كل دوت، وخصوصا لما تتزرع من الاطفال. يعني في دلوقتي مقررات اسمها التربيه المتحفيه. صحيح. التربيه المتحفيه، وفي كمان دلوقتي بقينا بنطلع ناس متخصصين في موضوع المتاحف. كيفيه العرض، العرض زمان كان بيبقى تكديس معروضات وخلاص، دلوقتي لا بقى متعه. المسار اللي انت هتاخده ان يحكي قصه، طريقه الاضاءه. صحيح. طريقه المعروضات، اساليب العرض المتحفي. بالظبط. ففي الحقيقه دلوقتي موضوع المتاحف تطور كبير جدا جدا جدا. البامفليتس والبروشورز اللي الانسان ممكن ياخدها معاه، طبيعه المنتجات، انت بتسوق لبلد. يعني في مثلا الرحلات الشاطر اللي بتنزل مصر، ينزل مثلا ساعتين ميدان التحرير عشان يتفرج على المتحف المصري ويرجع تاني. صحيح. فانا عايزه من خلال المنتجات اللي هيشوفها او هيقتنيها او هيشتريها او البرامج دي يرجع مره كمان ومره كمان. فدي فرصه جميله جدا. وعلى فكره يعني بمنتهى البساطه كده، مصر مش محتاجه تسويق، هي مسوقه. صحيح. والتاريخ بتاعها مسوق عالميا، واي واحد في العالم حلمه ان هو يجي يتفرج على مصر، ده حلمه يعني. فاحنا بقى عاوزين، احنا بقى في مصر كده نحض الشباب اكتر والاطفال اكتر لمعرفه الوطن، واحنا بنعمل ده في مبادره رسم مصر. صحيح. بشكل اسبوعي بننزل نتفرج على مصر بشكل اسبوع، لان مصر والقاهره تحديدا هي عباره عن متحف مفتوح. صحيح. ودي يعني هختم حضرتك بالكلمه الجميله دي، فعلا يعني جمال مصر ما بيخلصش ابدا، ومصر زي ما حضرتك بتقول متحف مفتوح، في كل شارع في كل حي في كل منطقه في اثر وفي متحف وفي مكان بيؤكد على جمال وثقافه الفنون المصريه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا دكتور محمد حمدي استاذ الرسم والتصوير بكليه التربيه الفنيه جامعه حلوان ومؤسس مبادره رسم مصر. صباح الخير والابداع على حضرتك.